وده برضو مهم جدا. يعني احنا ممكن نحارب الارهاب بحاجات كتير جدا. تجربه مصر في الحرب ضد الارهاب ما كانتش مجرد رفع السلاح او الدفاع بالسلاح، ولكن كانت تجربه فريده من نوعها، لانها ما كانتش عسكريه زي ما قلت، بل كانت فكريه، وهي لازم تظل فكريه، لان انت الارهاب يعني لازم تعرف كمان فين منابع الارهاب. الإرهاب بيجند، الإرهاب بيضرب النار، الإرهاب بيفجر، لكن قبل كده بيدمر العقول. فأنت لازم تروح ناحية العقول وتشوف إزاي أنت تصون العقول قبل أن يدخل لها الإرهاب. إزاي تصونها، إزاي تربيها، إزاي تغذيها، إزاي تديها من العلم وتديها من الإرادة، علشان لما يجي سلاح الإرهاب قدامها تبقى العقول واضحة. وده اللي أشاد بيه كمان مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، اللي هما بيتابعوا التجربة المصرية، وده خلال لقائه مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. خلينا خلال اللقاء كمان أكد، زي ما أنتم شايفين الصور، أكد مدير المركز الأممي لمكافحة الإرهاب أن مصر قلب العالم الإسلامي، لأن هما دايما بيشوفوا أن مصر هي البلد الوسطية اللي بتقدم يعني الدين الإسلامي السمح بوسطية وبعقل وبتفكير. ويمكن في هذه الجلسة كمان ذكر وقال: نحن نتعلم من خبرتها في هذا المجال، مشيرا لأن مصر دائما جزء من الحل في مواجهة التطرف، وشايف أنه مصر بتبذل مجهود كبير قوي. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل. دكتور نور الدين إناوي، وكيل وزارة الأوقاف للعلاقات الخارجية، مساء الخير يا دكتور. مساء النور استاذ شفتي، اهلا وسهلا بحضرتك، وبرحب بالساده المشاهدين جميعا. يا اهلا بحضرتك يا دكتور. كنت لسه بقول انه مصر يعني لا تتعامل مع الارهاب بالذات يعني في هذه التجربه اللي تعتبر تجربه طويله، الارهاب موجود من زمان، ولكن مصر قررت ان هي تضع يدها على كل المنابع، يعني بعيدا حتى عن السلاح، ولكن من اين ياتي الارهاب؟ من خطاب، من توجه، من كتب؟ فكلمنا عن الموضوع ده. في الحقيقه استاذ شفتي، زي ما حضرتك اتفضلت وقلتي، ان التجربه المصريه في مواجهه الارهاب هي تجربه فريده بالفعل، ولذلك استرعت انتباه كثير من المؤسسات وكثير من دول العالم. الان بتبص لمصر وتشوف الحكومه المصريه في ظل قامه الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت ايه، النجاحات اللي بتحقق كل يوم في كل مجال، ومن ضمن المجالات دي ومن ضمن النجاحات دي مجال مواجهه الارهاب ومواجهه الفكر المتطرف. الصراحة يعني التجربة المصرية تعتبر تجربة فريدة. ليه بقى؟ لأنها اعتمدت على محاور عدة. أول محور زي ما تفضلت وقلت سيادتك هو الجانب الفكري والجانب العقلي، وذلك من خلال تصحيح الأفكار الهدامة والأفكار المتطرفة، ومن خلال نشر قيم الدين الإسلامي الحنيف الوسطية التي تدعو إلى السلم والسلام وتدعو إلى التعايش السلمي بين الناس، وتحترم حرية الاعتقاد وتحترم حرية الآخر في اختياره. هذه هي القيم الإسلامية التي تحاول الدولة المصرية الآن زرعها وبثها بين جموع المصريين، بل ونشرها في العالم بأسره. فهذه من إحدى المحاور التي قامت عليها التجربة المصرية. أيضا هناك يعني التجربة أو المسلحة، يعني هناك الجماعات الإرهابية التي رفعت السلاح في وجه مصر وفي وجه المصريين وحاولت إسقاط الدولة. الدولة كانت لها بالمرصاد يعني، ودفعت ثمن ذلك أبناؤنا من شهداء القوات المسلحة الأبرار ومن أبناء شرطتنا الباسلة، وهم يدافعون عن الوطن ويحمونه ضد الانهيار وضد الانحلال والتفكك. هذه أيضا أحد المحاور. أيضا من المحاور المهمة ومن الخطط التي انتهجتها الدولة المصرية في مواجهة التطرف والإرهاب هي تحسين أحوال المهمشين. يعني سيادتك نشوف المبادرات الرئاسية حياة كريمة، اهتمام الحكومة المصرية بالمواطن البسيط بتوفير حياة كريمة له، عيشة أفضل، مسكن أفضل، تعليم أفضل، صحة أفضل. كل هذه الأشياء تعمل على حماية أكيد. المواطنين يعني وحماية يعني الناس. يعني أنا يعني عارفة كل المحاور اللي حضرتك بتقولها هي محاور صحيحة 100%، ولكن تمام. إحنا كمان يعني بجد بنحلم بدخول حياة كريمة إلى القرى أو الريف المصري اللي هيتم بإذن الله يعني تقديم كل شيء علشان تبقى الحياة كريمة. الحياة هتبقى كريمة كمان بالعقول. أنا بتمنى، لأنه أهالينا البسطاء صحيح طبعا في نسبة تعليم والجيل الجديد كله بيتعلم، ولكن أهالينا من البسطاء
الوسطاء، كلما كان اقترب منهم أهل الدين، ولكن بطريقة المعرفة وطريقة التوجيه وبطريقة لأن أنت عارف البسطاء أحيانا بياخدوا الكلمات من الأفواه، فهو عايز حد يعني يتحدث إليه بالعقل وبالبساطة في نفس الوقت، لأن هو يعني قليل العلم ولكن محتاج أن حد يوضح له يبسط له ويتعامل مع الأشياء اللي ترفع منه، مش الأشياء اللي تخوفه أو ترعبه أو الأشياء اللي تبقى بعيدة عن فكره. يعني هو سيادتك طبعا ده اللي بيحصل حاليا الآن في وزارة الأوقاف، والجهد الذي تزوره الوزارة في ظل قيادة معالي الوزير محمد مختار جمعة في هذه الآونة يعني يشهده الجميع ويشهد به الجميع. الوزارة في الحقيقة يعني اتخذت من مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف خطا ثابتا وأساسيا وواضحا. الوزارة تشتغل على عدة محاور في الحقيقة. المحور الأول نقدر نقول ما نسميه صياغة نظرية فكرية معرفية من خلال التأليف والترجمة، يعني الوزارة الآن تؤلف ما يقرب من 40 كتابا تتعامل مع الموضوعات وتصحيح الفكر ونشر القيم الوسطية. يتم ترجمة هذه الكتب إلى الكثير من دول العالم حتى يستفيد منها ليس فقط المصريون العرب تمام. بل غير المصريين. صحيح. نعم وغير الناطقين. لأنه كمان العالم الخارجي يقرأ كثيرا، فنتمنى بالضبط. أن هو يقرأ يعني عن الطريقة المصرية وعن الفكر المصري. الكلام نعم احنا بنحاول ان احنا نقدم الاسلام من خلالنا، يعني بدلا من ان يسمع الناس عن الاسلام وعن الارهاب وان الاسلام هو دين ارهاب وشيء من هذا القبيل، نحاول ان نصل الى هذه العقول لنبين لهم صحيح هذا الدين وما يحويه من قيم انسانيه رفيعه. اكيد انا بتمنى لكم يعني التوفيق، وانه دايما يبقى في مجهود وتفضل تجربه مصر ومزيد كمان من العلم ان شاء الله في السنوات اللي جايه مع تطوير الريف ودخول حياه كريمه بالعلم والثقافه والتطوير ان شاء الله يكون في شان، لانه كلما تم تنوير العقول كلما يعني تحسننا في هذه المساله ونقدر كمان نحارب أفضل وأحسن ونبقى أقوى. دكتور نور الدين إناوي وكيل وزارة الأوقاف للعلاقات الخارجية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.